ممكن السيد المسيح لما ينزل هجاوب حاجة، قال الناس الكتب فيها لخبطة كثير، العادة كانوا عارفين الناس في الكلام. السيد المسيح لما يرجع مش هيرجع نبي، ليه؟ لأن اللي جوه ختم سيدنا النبي، وخاتم النبيين لما يظهر مفيش نبي قبله يرجع نبي وراه، يعمل ايه؟ الكتاب سيدنا النبي مهيمن على جميع الكتب السابقة ومهيمنا عليه زي ما ربنا قال، وشرعه ناسخ للشرائع السابقة، شرع سيدنا النبي كامل بجميع الشرائع، نسخ الشرائع الأولانية، وفي شرائع جت إلا بتاع سيدنا موسى بس هم 10 كلمات خاصين لبني إسرائيل بس اللي نزل فيهم سيدنا موسى، أن كل الأنبياء كانوا يبعثون إلى أممهم خاصة ورسول الله إلى الناس كافة. ما يرجع إيه؟ يرجع ولي مقام الولاية، والولاية واحد من أهل بيت سيدنا النبي، وكان ده بصير في القرآن. أنا رحت أمريكا ولقيتهم بيقولوا استنساخ الأرواح، الأرواح ما بتستنسخش، اللي بيستنسخ النفوس بس، إن الروح لا استكر الروح دخلت الجسم، حصلش اللي في الجسم النفس بس، كل نفس ذائقة الموت، مش روح بتموتش، روح لا بتموت ولا بتتحيز بجسم، لأنها نفخة الله، نفخة الله فيها معاني الأسماء اللي أنت بها إنسان، الحي والسميع والبصير والعليم والحكيم والقادر، كل الأسماء اللي أنت بها إنسان هي اللي بتخليك تتحرك وانت ليك كيان لهذه الانوار الاسمائيه. بس ده اللي ايه؟ ربنا ايه؟ فاللي موجود النفس تطلع وتدخل وتموت وتحصل. الروح في عالم الارواح بتباشر الجسم بتاعك، ومباشره الروح للجسم يتكون فيه نفس. لا افرض ان ربنا عايز يرجع واحد من زمان، طب افرض رجع الملوك والرؤساء والفراعنه، المهم فراعنه، فبيخلي الروح الفرعونيه بتبشر جسم جديد فيتولد فيه نفس الفرعونيه اللي كانت في الفرعون فيتفرع. واحد عايز يرجع نبي من انبياء، هو معقول ان سيدنا عيسى اترفع بقاله 2000 سنه هيرجع يبقى عنده 2000 سنه يعمل ايه؟ ما هيجيب واحد من اهل بيت سيدنا النبي، راجل صالح حلو واخد بالك، والروح سيدنا عيسى تبشره من عالم الارواح يتولد في نفس سيدنا المسيح ويشتغل يبقى باسم مقام الولايه قال اللي جوه ختم الصلاه. كلامنا في القران، ربنا بيقول نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين. على ايه مش مسبوقين؟ على ان نبدل امثالكم، يعني نجيب زيكم وننشئكم فيما لا تعلمون. رجعك تاني وانت مش عارف ان انت كنت هناك الاولاني. ده ايه كلام الرسول؟ عشان كده مفيش حاجه صعبه على الله. كنت يكون ربنا اللي خلص كل حاجه، كنت يكون اللي خلص. فممكن يكون السيد المسيح نزل واحنا جايين قالوا مش هيعلن انه ولد، مش نابي هيعلن عن نفسه، والدليل موجود. الخنزير قتلوه في 2009، قاموا عليه بانفلونزا الخنزير وقتلوه، وسيدنا النبي قال ينزل السيد المسيح في اخر الزمان حكما عدلا يقتل الخنزير. ممكن الناس هتسرقها الوجه، محدش هيعرفها، هتفاجئ بالمفاجاه.